الوزير، معالي الوزير تسمعني، الرجال هم وزير كهرباء مثلك ومختص، انت ليش ما تسوي دورة المركبة؟ تقدر بس مو تطلع للناطق الرسمي باشر يتيه الامور علينا، اريدك انت تجاوب امام العراقيين وعلى رئيس الوزراء ان يسألك هذا السؤال. اذا الدورة المركبة زايد 50% من مجمل الطاقة الانتاجية عندك وما تخسر ولا دينار، ليش ما تسووها؟ من اجل عيون منه؟ انت والوزير القبلك والقبلك، ليش ما سويتوها؟ وبعدين يا دولة الرئيس هذا الرجال متعهد يقول لك انطيك 40,000 ميجاوات. هسا انا مو مختص بالكهرباء، بس اريد وزير الكهرباء باكر يصدر بيان يقول هذه الاسباب اللي منعتنا من دورة المركبة، اذهبها برئيس رئيس الوزراء، اذهبها برئيس الكادر، لانه بعد كافي هذا الاستهتار بحقوق الناس. بس بعد 2014 كانت بالوزارة برنامج وخطة، هاي ال 22 يجب أن تكون ب 2018 40,000 ميجاوات. كيف؟ عندنا بحدود ال 18,000 ميجاوات محطات غازية يسموها سيمبل سايكل، دورة بسيطة، بس نحول ال 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 الغازات المحترقة إلى اتجاه آخر، نولد بها 50% من كفاءة المحطة. تقصد بالدورة المركبة؟ دورة المركبة، أحسنت. فلهذا أنا أحصل بحدود 8000 إلى 9000 ميجاوات تزيد القدرة الإنتاجية بنسبة 50%. بالضبط، أحسنت. فلهذا نضيف على 27 8000 أو 9000 راح يصير بحدود 36,000 ميجاوات. واضح؟ عندنا محطات كانت مبرمجة، اليوسفية والرمال هاي مال الشمالية بحدود 4,000 ميجاوات، راح يصير عندك 40,000 ميجاوات. أنا متعهد بكلامي، ما نحتاج ولا مستثمر. احنا كنا ننتج 16,000 ميجاوات، ما كان عندنا مستثمرين ابدا. ليش؟ هسه نقدر نوصل الى 40؟ 100% تقدر، ليش ما تقدر؟ وما احتاج، مع احترامي، هسه انت على الهواء. نعم. باكر اذا السيد الرئيس ودى عليك تتعهد له بال 40,000 ميجاوات مش وقت مش قد؟ استاذ نجم، انا مو حتى لا افهم، لا يفهم المتلقي بانه انا غاوي. أنا ما أريد أقول لك، أنا أتناقش علميا، ولكن أنا راح أعطيك البرنامج اللي يصير 40. نعم راح أعطيك إياها. مش قد تقدر تسويها 40 خلال سنتين؟ خلال سنتين. السنة الأولى إيش قد توصلها؟ السنة الأولى تهيئة المحطات إعادة تأهيلها، لأن إحنا عندنا 22 هسه الآن تنتج بحدود ال 12 13. هذا أعيد تأهيلها، لأن للأسف أستاذ تأخر الموازنة عن الشهر العاشر ما يسوي تأهيل وصيانة للمحطات حتى تنطي طاقتها 100% بالصيف. هسه نص تقريبا نص محطاتنا دا تنطي 50% من كفاءتها. فالاستاذ يعني انا هسه 22، بس انا ايش راح اقول لك؟ من تقول لي هسه موجوده 22 او 24، هذه 50% او 45% من عندها هي من المستثمرين اللي عندك، بسماية، عندك الرمالة، عندك العمارة، ذولا مستثمرين يريدون فلساتهم، من يجهز اكثر لينطيك كاش. عمي ديطي المستثمر، ديطي إيه؟ ديطي ومعاون الدوله وخلف الله عليه. اي بس انا لا، لكن انت تقدر تسوي خلال سنتين. نعم. تط العراق. نعم. 40,000 ميجاوات. نعم. اتوقع على ورقه بيضاء. نعم نعم. ليش؟ زين. اقول لك اياها ليش. إيه؟ لانه انت هسه عندك محطات كلها دورات بسيطه، كلها تصير دورات مركبه، اضيف عليه 8000 ميجاوات. زين، هذا المعالي الله يطول عمره ليش ما يقدر يسوي دورة مركبة؟ ليش ما يقدر؟ يقدر. ليش ما يسويها؟ بس همة وفلوس ومتابعة، لأنه أخويا وزير وحده ما يقدر.